بعد أسبوع من مجيئهم إلى العاصمة إنجمينا، فإن الطبيبين السنغاليين وهما البروفيسور مومار كوديه باه المختص في جراحة الأعصاب والأوعية والدكتور عمر أندور اللذين جاءا من جامعة الشيخ أنت ديوب بالسنغال قد قاما بجراحة مجانية باسم مؤسسة القلب الكبير للأطفال الضعفاء، حيث قاما بأكثر من 60 عملية جراحية في وقت قصير. فقبيل 3 أيام من الاختتام الرسمي للقافلة، فإن الطبيبين السنغاليين المختصين في علاج الأطفال يساعدهم رفاقهم من الأطباء التشاديين سيقومون بعمل مضاعف لعلاج أكبر قدر ممكن من الأطفال. القافلة لين يوم 2 شهر 9 عملت 50 عمليات، كلهم تخلصوا 100% الحمد لله، وعندنا ما زال 3 أيام يوم 2، 3 و4 للعمليات. الدكتور محمد نور بكر جبريل من مستشفى الأم والطفل يقدم حصيلة لمختلف الأمراض التي تم علاجها خلال هذا الأسبوع. سجلنا حوالي 50 يال، عندهم تشوهات، عدة تشوهات، يعني نص في الرأس، دار يال عندهم ألم في الرأس ملان، وواحدين عندهم ورم في الظهر، وواحدين عندهم مشكلة في بطن البول، المثانة البولية نادو إكستروفي فيزيكال، وواحدين ما عندهم فتح عن الخلا نادو مالفورماسيون انوريكتال، واحدين كان في مجرى البوتيت ايبوسبادياس، و في كمان حالات تاني مش الورم عن الرقبة عن اللسان، ونص امراض في البطن الداخل. إن قافلة علاج الأطفال التي بادرت بها مؤسسة القلب الكبير ستنتهي في نهاية الأسبوع الجاري وسط دعوات الأهالي الذين يقدمون شكرهم دون انقطاع للمؤسسة ولمؤسستها سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو على هذه الأعمال الإنسانية التي لا تنسى.